التاريخي. عادت بعد النش امام وطويت سليم سيبا تاريخ الشيء اليوم لعبنا بشكل جيد ولكن صعبنا المأمورية على نفسنا بعض الشيء خاصة في الشوط الثاني لحسن الحظ تمكنا من تسجيل هدفين في الشوط الأول وفي الشوط الثاني كان نوع من التراخي ولكن نجحنا بنهاية الأمر وتمكنا من تحقيق لقب خامس لقب إضافي في هذا الموسم نجاح كبير بعد 35 دقيقة رأينا بين فريق الدار البيضاء ربما كان بعض الشيء ربما مرتاح ولكن هل قمتم بالتراجع بهذا الشيء؟ طبعا الخصم كان قويا في الشوط الثاني كان ربما متراخيا في 35 دقيقة الأولى ولكن عاد في المباراة في الشوط الثاني كان علينا أن نلعب بشكل أقوى في الشوط الثاني. خمس ألقاب في البلام حد سعيد للمزيد.